ولد الشاعر والصحفي الشيخ إبراهيم الدباغ في مدينة يافا في عام 1880. توفي والده وهو صغير، فكفله جده لأبيه عبد القادر أحمد الدباغ وجده لأمه سعيد الشرقاوي، وكلاهما من أهل العلم. عاش إبراهيم طفولته في كنف جديه، وتفتحت عيناه على سحر المدينة الجميلة يافا، والجمال أحد معاني اسمها، وترعرع بين إيقاع بحرها وبين أسرار روائح أزهار البرتقال والليمون التي تهب على زرقة الساحل الذي لا يمل الرقص من شدة الفرح بجمال مدينة الظلال يافا. لا أحد يعلم ما هو المقدر له، إذ حدث بعد فشل الثورة العربية في مصر في عام 1882 أن ألقي القبض على عبدالله بن النديم أحد قادة الثورة وخطيبها المفوه، وعاش في السجن حتى عام 1891 إذ نفته سلطات الاحتلال البريطاني إلى يافا. وبدأ ابن النديم يعقد فيها جلساته الأدبية والعلمية في بيوت أهل العلم والأدب، فلزم إبراهيم الدباغ هذه المجالس، وأعجب إعجابا شديدا بأحاديث العنيف المتمرد المشرد، فصمم على طلب العلم وحلم بالالتحاق بالأزهر الشريف. ومن طريف ما يذكره الباحث يعقوب العودات عن هذه الفترة من حياة إبراهيم الدباغ وتدل على نبهته وذكائه صغيرا، إذ أنه عندما بلغ 13 من عمره وجه إلى جده السيد عبد القادر الدباغ رسالة خطية ضمنها السؤال التالي: ما حكم طالب العلم وهو تحت سن الوصاية يتطلع إلى مزيد من العلم لكن وصيه يأبى عليه ذلك؟ هل يخالف الوصية ويخرج لطلب العلم أم يبقى حيث يشاء له وصيه؟ فرد عليه جده بالفتوى التالية: إذا كان طالب العلم راغبا في الاستفادة من علمه فبوسعه أن يخالف إرادة الوصي ويسافر في طلب العلم، لأن طلب العلم فريضة على كل مؤمن ومؤمنة. تلقى إبراهيم رد جده بغبطة وارتياح شديدين، وفي يوم من أيام خريف عام 1893 غادر ميناء يافا حتى بلغ دمياط على ظهر مركب شراعي، ثم استأنف سفره إلى القاهرة وتمكن من الانتساب للأزهر وأقام فيه 10 سنوات طالبا للعلم حتى حصل على شهادة العالمية. ومن أساتذته في تلك الدراسة الشيخ محمد عبده، السيد عبد القادر القصاب، عبد الله وافي المنوفي، سليم البشري، سيد علي المرصفي، الشيخ حسن الطويل، وغيرهم من علماء الأزهر الشريف. وخلال دراسته في الأزهر تتلمذ مع رفيقيه الشاعرين ولي الدين مكي وأحمد محرم على الشاعر المعروف العلامة حسني باشا الطويراني صاحب لمية الترك. وكان الدباغ قد بدأ ينظم الشعر وهو في سن 13 من عمره، فراسل الصحف المصرية وغيرها، وأخذ ينشر في أمهات الصحافة الكثير من شعره ونثره، والتحق بالندوات الأدبية كندوة عبد الخالق السادات وثروة البارودي شاعر مصر الكبير وندوة آل تيمور، ولمع اسمه في آفاقها. تمكن الدباغ على دراسة الأدب العربي وأسعفته ذاكرته القوية في حفظ روائعه شعرا ونثرا، وقاد وهو طالب مظاهرة من طلاب الأزهر طلبا للإصلاح، لكن السلطات فرقت شمل المتظاهرين وأودعت الدباغ في السجن، وبعد أيام أفرجت عنه فعاد إلى دراسته. في عام 1903 أنشأ الدباغ في القاهرة مجلة باسم الإنسانية، صدر العدد الأول فيها في 23 من كانون الأول، وظل يصدرها إلى أن أغلقتها الحكومة. وفي عام 1911 عرضت عليه وظيفة في دار الكتب المصرية مع حافظ إبراهيم وأحمد نسيم، لكنه رفضها بإباء لتطلعه إلى الحرية وعدم التقيد في قيد الوظيفة. لكنه وقبل نشوب الحرب العالمية الأولى عين رئيسا لتحرير جريدة العفاف،
وظل يعمل فيها حتى بدأت تلك الحرب، فاعتقلته السلطات البريطانية مدة سنة، ثم أفرجت عنه وعين رئيساً لتحرير مجلة مرآة الأدب، وظل يشرف على تحريرها لغاية 1918. في عام 1926 فقد إبراهيم الدباغ بصره وأصيب بالعمى، فعرض عليه بعض ساسة مصر العلاج على نفقتهم، لكنه رفض العرض. وعرض عليه بعض المنشقين عن حزب الوفد المصري الانتساب إليهم طمعا بنتاج قلمه، ومقابل ذلك ينفقون على علاج بصره وانتشاره من حالة البؤس، لكنه رفض تلك الإغراءات وقال لابن أخيه الأستاذ مصطفى درويش الدباغ: لن أرهن ديني ووطني في سبيل عرض زائل، فزادي في هذه الحياة كبريائي وعزتي وأنفتي. ورغم نكبته بفقد بصره إلا أنه ظل ينشر مقالاته وقصائده في مختلف المجلات والجرائد، واشتهر الشيخ إبراهيم الدباغ بفكاهته وخفة روحه، واعتبر من أمراء المرح والنكتة. ويذكر ابن شقيقه مصطفى أن الكثير من النكات المنسوبة إلى حافظ إبراهيم وإمام العبد هي من بنات أفكار إبراهيم الدباغ ومن رهافة حسه وخفة روحه، وقد صححها مصطفى في كتابه وحي الشاطئ. ويذكر أن إبراهيم الدباغ كان واحداً من المحدثين الأربعة في مصر، وهم حافظ إبراهيم، إمام العبد، محمد لطفي جمعة، وإبراهيم الدباغ. عاش الأديب الشيخ إبراهيم الدباغ شاعراً وصحفياً وأديباً كاتباً، ترك 9 مؤلفات في الشعر والنثر، منها الطليعة وهو ديوان شعر يتألف من جزئين، حديث الصومعة وهو مجموعة من الرسائل في الأدب والفن والنقد الاجتماعي، رسالة في ظلال الحرية. في 26 من شباط من عام 1946 توفي الشاعر والصحفي الكبير إبراهيم الدباغ في القاهرة، فشيعته مصر حكومة وشعبا، وسار في جنازته كبار الأدباء والكتاب، ونعاه صديقه الدكتور زكي مبارك إلى العالم العربي، وأقيم حفل تأبين له في يافا والقاهرة أسهم فيها كبار الكتاب والأدباء.